قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا، لكنها لن تضع نهاية للحرب هناك، مشددة على ضرورة إشراك الرئيس بشار الأسد في المحادثات. وأضافت ميركل أن التوصل إلى حل سياسي يحتاج كل من ممثلين من المعارضة والحكومة من أجل تحقيق نجاحات حقيقية. وأوضحت ميركل أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران أن تطلع بدور هام إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.